اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد على أن خلقتنا وهديتنا ورزقتنا ووفقتنا، ومن كل شيء ربنا أعطيتنا، ومن كل نعمة أعطيتنا، فلك الحمد أنت المحمود، ولك الشكر أنت المشكور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا ربنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر والنعمة على ما أوليت. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الأذلاء بين يديك. فعاملنا بالإحسان، ذي الفضل منك وإليك، يا من يرى مكاننا ويسمع أصواتنا ولا تخفى عليه أحوالنا. اللهم يا الله، اللهم يا الله، يا ذا الجلال والمنة، اكشف الكرب والهم عنا، اكشف الهم عنا، اكشف الكرب عنا، اكشف الدين عنا، اكشف المرض عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. يا شافي الأمراض، اللهم ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم وفق أولادنا، وفق أولادنا، واجعل الامتحانات بردا وسلامة عليهم. اللهم وفق أولادنا، وفق أولادنا، واحفظ أولادنا، واستر أولادنا برحمتك ربنا. واهد اللهم أولادنا، اهد أولادنا، اهد أولادنا برحمتك ربنا. اللهم وفق طلاب الثانوية، اللهم وفقهم، اللهم قويهم، اللهم قويهم، اللهم أفرحهم وفرحهم
بجودك ربنا. اللهم ولا ميتا إلا رحمته، ارحم موتانا، ارحم موتانا، ارحمهم يا رحمن برحمتك يا كبير يا متعال. ولا فتاة إلا سترت عرضها، ولا فتاة إلا زوجتها وسترت عرضها ويسرت أمرها برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا شابا إلا زوجته، ولا طفلا إلا ربيته، ولا مسافرا إلا سلمته، ولا مسحورا إلا أبطلته، ولا مسحورا إلا أبطلته، ولا ساحرا إلا قسمته. اللهم ولا ساحرا إلا قسمته، ولا عقيما إلا رزقته. ارزقهم يا الله، ارزقهم يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا، تقبل صيامنا، شفع فينا الصيام والقرآن والنبي العدنان، تقبل صيامنا يا أرحم الراحمين، يا فرجنا، يا فرجنا، يا فرجنا، يا فرجنا، يا فرجنا. إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، ها نحن قد وقفنا على بابك، قد وقفنا على بابك، قد وقفنا على بابك، وعنت الوجوه لعظمتك، وعنت الوجوه، وعنت الوجوه لعظمتك، وخضعت الرقاب لسلطانك. يا من لا تأخذ بالجريرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من ستر القبيح، يا من ستر القبيح، يا من أظهر الجميل وستر القبيح. سترك يا الله، سترك يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، ندعوك الليلة يا الله أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. عز الإسلام وانصر المسلمين، وزل الشرك والمشركين، واحفظ مصر وأهلها، احفظ مصر وأهلها، شعبها، جوها، أرضها، سماءها، جميع سكانها، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين. واكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى يا كريم. صلى الله وسلم وبارك
على البشير النذير وآله وصحبه أجمعين.